بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بقناتكم كشك والبسمة. إن شاء الله سبايا في هالموديل من الوردي طلبوا منه السبايا. هو غالبا كان يعني يستخدم كوليهات، يعني هو نزل ببطرونات كتير بشكل كولي. بإمكانكم تحطوه تزينوا فيه بلولو مثلا، وكمان بإمكاننا نعمل منه حزام للستائر، كتير بيطلع حلو سبايا. كمان بدل التلايق يلي بيسموه أهلنا بالمغرب، المغرب العربي يعني بالجزائر المغرب العربي، إذا نحن اشتغلناها بخيط أرفع من ذلك. الآن هدول الورود أنا عاملتهم بنفس التكنيك بنفس الباترون صبايا، اختلف الخيط. الخيط ده هو الناكو فيزون وإبرة رقم 4، بينما ده بيبي سكريم وما شغل بإبرة 3.5، ففرق معانا. إذا أنتوا بتكون يا بخيط أصغر مشان تطلع معكم الوحدة أصغر، بتكون ياها أكبر تشتغلوا بخيط أكبر. رح نشوف ان شاء الله تكنيك الشغل سبايا سهل كتير وميسر. على بركة الله نبتدي، يلا بينا. بدي اشتغل سبايا معكم النموذج بخيط ناكو فيزون وابرة رقم 4. ليش؟ لحتى تكون الغرزة واضحة بالنسبة لكم. رح نبتدي بغرزة البداية يلي هو القفل اللي بنقفل فيه الشغل، ورح نرتفع 1 2 3 4 5 6 سلاسل. اذا البداية عندي 6 سلاسل. الان بدي لف 4 لفات، 1 2 3 4. انزل على اول سلسلة سبايا، ورح نشتغل العمود الاربع لفات بكل المراحل، واستبقي المرحلة الاخيرة. لماذا؟ لان بدي اشتغل كلاستر. رح نلف ونطلع من حلقتين، ونلف نطلع من حلقتين، نلف نطلع من حلقتين، نلف نطلع من حلقتين. اذا كررناها 4 مرات، الحلقة الاخيرة بدي اتركها. تمام؟ اذا عملت عمود ب4 لفات واستبقيت الحلقة الاخيرة. الان بدي اعمل 3 اعمدة ب3 لفات. ليه؟ بعدين بنحكي. اذا 1 2 3. إذا اللي قبله ب4 لفات سبايا ده ب3 لفات، رح ندخل على نفس السلسلة ونطلع من لفتين ومن لفتين ومن لفتين، ونترك الحلقة الأخيرة. رح كرر كمان عمود 3 لفات للمرة الثانية، ونطلع من كل اللفات ونستبقي الحلقة الأخيرة. رح كرر 3 لفات للمرة الثالثة، وندخل على السلسلة، نطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين، ونستبقي الحلقة الأخيرة. طيب إذا الآن هون عندي ارتفاع، كان في عندي 6 سلاسل صح؟ واشتغلنا هون ب4 لفات، اشتغلنا هدول الثلاثة ب3 لفات. الآن بدي أرجع أشتغل ب4 لفات مشان يكون مقابل الأداء. إذا رح أرجع العمود الرابع ساوي ب4 لفات، وارجع على نفس السلسلة اللي نحن شغالين عليها، الحلقة بقت مثل الحلقة، ونطلع من كل اللفات ونستبقي كمان الحلقة الأخيرة. تمام كده؟ الآن آخر عمود، نحن هون ارتفعنا 6 سلاسل، أخذنا منهم سلسلة يعني بقوا 5. ده يقابل عمود ب5 لفات، رح انهي الشغل بعمود ب5 لفات. 1 2 3 4 5. ادخل على السلسلة، بطلع الان من حلقتين، من حلقتين، من حلقتين، من حلقتين، من حلقتين، وفضلت عندي الحلقة الأخيرة. هلا صار عندي مجموع حلقات، عندي سلسلة الارتفاع اهي، وعندي 1 2 3 4 5 6، إذا صار مجموعهم 7. بنلف وبنطلع منهم كلهم مع بعض أهو، وبنحبسهم بسلسلة. شو اللي صار معي الآن؟ صار معي مثل الكلاستر بس في أعمدة، دي رح نستخدمها لشغل طبقات الوردي. تمام؟ إذا صار عندي الهاد مقابل لآخر عمود، ادخلوا لجوا بتلاقوا ابو 4 لفات مقابل ابو 4 لفات من هون، ويفضل عندي بالوسط 3 لفات.
ثلاث أعمدة بدأت تلفات. إذا عرفنا ليش اشتغلنا أطوال مختلفة، الآن رح نرتفع ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، تمام صبايا؟ نلف خيطنا، رح نمسك بقى العمود الآخراني ده أبو خمس لفات قدامنا، رح نشتغل فيه 13 عمود بلفة. اتذكروا العدد صبايا، 13 عمود بلفة. أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، وادي 13 عمود. اذا العمود بخمس لفات، عملنا معاملة الحلقة، اشتغلنا فيه 13 عمود بلفة، ده غير سلسلة الارتفاع. الان هي عنا الاعمدة كلها، جيبوهم كده لهنا وبنرجع للعمود اللي بيقابله، يعني هو اخر عمود من هنا، هاي الكلاستر، تمام. بس صبايا لوحدنا صار قدامنا العمود ده الاخير، كمان رح ندخل نلف كده وندخل عن مباشرة على الفراغ ونشتغل كمان 13 عمود. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. عم نستعجل لأنه العمود بلفة ما هواش يعني افتكاسة. أوكي صبايا، هي صار عنا 13 عمود من هنا يقابل 13 عمود. شوفوا بقية أعمدة الكلاستر في الوسط، ما بدنا نقفل بمنزلقة، خدوا بالكم صبايا ما في قفل، بدنا ندور مثل الرسيور بسموه أو الراسور، رح ندور بشكل راسور. أوكي، ما في قفل بمنزلقة، لا، رح أمسك آخر عمود عندي من هنا أهو، آخر عمود هيك، رح نطوي هيك الشغل بس. رح امسك اخر واحد، يعني ده اللي وصلت عنده دلوقتي، رح لف، شوفوا انا فين صبايا اهو، رح لف وادخل على العمود الثاني ده واشتغل فيه 11 عمود. اشتغلنا هون 13، انتبهوا رح ننتقل دائما بشكل عدد فردي، هنا 13 ده اصغر، رح ندخل عليه ونشتغل 11 عمود بلفة وبدون قفل منزلقة. ادي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. هو العمود الأخير. إذا انتقلنا من 13 عمود بالحرشفة السابقة ل 11 عمود بالطبقة التي تلي. الآن ما في عنا تثبيت بمنزلقة، عنا رح نلف وصار الشغل قدامنا، أهي الأعمدة أهو، وين وصلنا صبايا؟ أهي قدامنا الأعمدة، بناخد آخر واحد من هنا، ده يقابل ده، إذا معناها 11 عمود كمان. أدي واحد أهو، صايرة مثل الطبقات تماما. اثنين، اسمحوا لي بس اسحب الخيط. إذا شغلنا عمودين صبايا، أدي ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أدي 11. صار عنا مقابلين لبعضهم صبايا اهو، اذا هدول كانوا المقابلين اهو، شوفوا صاروا مثل الاجنحه، هدول 13. الان في عندي اثنين مقابلين بعضهم 11 اهو،
وين وصلنا؟ ادي قدامنا الثلاث اعمده، بدنا ناخذ دائما اخر عمود. ادي اخر عمود الان بدي ادخل عليه باقل، بدي ادخل على 9 اعمده. ادي واحد، هدول دخلنا الان على الاعمده اللي بثلاث لفات، فيها 9 عمود بلفه. 2 3 4 5 6 7 8 ادي 9. تمام، رح نلف الان ننزل على الاعمدة اهو، ناخد مقابله ده، على المقابل كمان 9 اعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن كيف قلت لكم إنه إحنا شغالين رسيور؟ أهو اشتغلنا كده برا من الآخر للداخل للداخل. شو ضل عنا؟ ضل عنا العمود الأخير المفرد ده، كمان بدنا نشتغل فيه 9. راح نسحبه ونشتغل برضو فيه 9، مش 7، يعني مش نازلين تناقص. خلاص 13 11 9، 1 2 وده آخر عمود عنا. 3 4 5 6 7 8 و 9. تمام صبايا، نسحب حتى نشوف. اهي هاي صار عنا، شوفوا بقى الشغل كيف صار. طبقات اهي، هاي من عنا هون 3 طبقات، هاي عنا هون 3 طبقات، وهي الاخيرة. نحن ليش عملنا هاد الاخير؟ رح نلفه يكون مثل برعم الوردة صبايا. وهي هلا عنا هيك، هاي الشغل بسم الله، هاي الوش وهي المقلوب تبعه، قلنا شغالين مثل الرسيور. طيب الان المرحلة الثانية، المرحلة الثانية انه بدنا نرجع برجوع صبايا ونشتغل حشو، غرزة الحشو العكسية بكل عمود. كيف يعني الحشو العكسي؟ هو حشو بس بدل ما لافين عكس عقارب الساعة، رح نحكي نشتغل مع عقارب الساعة. ازاي؟ اهو اول وحدة بس رح نرتفع سلسلة صبايا، رح نقرب بس حتى تشوفوا. تمام، اول عمود ادخلوا فيه اهو، اسحبوا الخيط، رح يكون عندكم الآن حلقتين، لفوا طلعوا منهم كده بالهواء. الآن شوفوا اسحبوا، هادي الإبرة قدامكم، العمود أهو اللي جنبه، راجعين نحن برجوع ده. إذا هاي العمود رقم 2 رح أرجع عليه، اسحب الخيط، اسحب الخيط، بيبقى عندي حلقتين بطلع منهم بالهواء كده، برد بنرجع أهو. هاي العمود اللي قبله، راجعين برجوع صبايا اهو، واشتغلوا الان حشو في الهواء. ردوا كمان على العمود اللي قبله، سهل كتير بس اللي ما متدرب عليه بلا يمكن انه بالبداية رح يبقى صعب عليه اهو. هي من الغرزات التزيينية كمان، انتو بس هون الخيط خلوه مرتاح، اذا شديتوه بيصعب عليكم الغرزة اهو. شوفوا وين واصلين، ادي العمود اللي قبله، رح نلف ونطلع ونشتغل غرزة الحشو دي في الهواء، غرزة طايرة يعني. كمان على العمود اللي قبله اهو، رح نلف ونطلع من الحلقتين، واللي قبله نطلع من الحلقتين، على اللي قبله طبعا. كمان الشغل رح يكون رسيور، هو هي مشيكم ورا بعضه، رح تلاقوا الأعمدة صبايا ورا بعضهم. تمام، وضحت الغرزة بالنسبة لكم صبايا؟ اهي هاي العمود، هاي خيطنا، هاي برجع برجوع بدخل بالعمود، اسحب الخيط وفي الهواء بطلع من الحلقتين دول. رح نكفي شغل ورح نلاقي حالنا عم نبرم اهو، شغالين رسيور لغاية ما نرجع للاخير. بس نوصل للاخير بنرجع لبعض.
انا خلصت اهو صبايا، وصلت اخر الدور الارضي، هتلاقوا حالكم عامل زي سلم العمارة نازلين كده دوران، هتلاقوا حالكم في الارضي اهو. هدي اخر عمود ودي اخر حشو. طيب ومدي ثبيت، فاكرين الثلاث سلاسل الارتفاع اللي ارتفعنا فيهم ببداية الشغل؟ هندخل على ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع دي هنا ونثبت، ودائما طبعا لازم سلسلة الارتفاع دي تعذبنا بالإبر الكبيرة. بدي غير الإبرة صبايا، دائما أنا المنزلقات بغيرهم أهو. هاي ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع، رح ندخل نسحب خيطنا نطلع من خيط على الإبرة، وهيك بنكون قفلنا الشغل. وهاي هي ور ديتونا. نرجع نقول اللي اشتغلناها بشكل راسور او برسيور صبايا دوران. الان بداية بنلفها كده، لو عاوزين تحطوا لها لولية بتحطوا هون في الوسط، هيك بنكون خلصنا من جسم الوردة. طيب الان احنا بدنا نساوي حبل منه الوردة دي، لانه بنساويها اما للكوليهات صبايا او بنعملها حزامات ستاير او بدنا نشتغل فيها اي شغلة. كيف بدنا نطلع بالقطعة التانية بالصباع؟ وين احنا وصلنا اهو؟ رح نرتفع الآن ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة. إذا خلصنا وردتنا على الأخير صبايا تمام، وثبتنا بثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع، رح ارتفع ثلاث سلاسل واشتغل مكان ما ارتفعت عمود بلفة. نسحب كده نطلع من الحلقتين ونترك حلقة، كمان رح كرره، كمان رح نسحب ونطلع من حلقتين. صار عندي ثلاث حلقات على الإبرة، رح لف واطلع منها. شو الهدف من ده؟ ده بيبقى في الخلف صبايا، بيبقى مثل العلاقة يلي بتعلق لي وردة بوردة. طيب خلصنا الآن، بدنا نبتدي الآن بتأسيس وردة جديدة مثل ما اشتغلنا هون. رح نرتفع الآن، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس سلاسل. هنيك ارتفعنا بالبداية ستة، لأنه الأولى استخدمناها كحلقة صبايا. ارتفعت خمس سلاسل، رح نلف واحد اثنين ثلاثة أربع لفات. شوفوا بقى، نحن مو هون جمعناهم ثلاثة، هون بحلقة واحدة رح أدخل تحت الثلاث حلقات دي أهي، وأطلع من لفتين من لفتين من لفتين من لفتين، ونبقي حلقة. اتذكروا بداية شغلنا صبايا، هاي خمس سلاسل، هاي عمود بأربع لفات، الآن عندي ثلاث أعمدة بثلاث لفات أهي، ورح ندخل كمان تحت الحلقات دي أهي. اسحب، طلع من حلقتين من حلقتين من حلقتين، ونبقي الحلقة الأخيرة كمان واحد اثنين ثلاثة. رح ندخل بنفس المكان ونكرر، نبقي الحلقة الأخيرة ومنعيد الثلاث لفات دي ثلاث مرات. صار عندي عمود بأربع لفات، ثلاث أعمدة بثلاث لفات، الآن عمود بأربع لفات. وحكينا ليش؟ لأنه نحن عم ندخل بدوائر، عم نبتدي ب 13 عمود، بندخل لجوا بنشتغل 11 عمود، وبعدين 9 عمود. تمام صبايا؟ آخر عمود الآن بخمس لفات، 1 2 3 4 آدي 5. أنا هيك عم عيد خطوة البداية بس مشان تعلموا كيف منعلق الوحدات مع بعضها. لفتين 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 لفتين. هلا صار عنا 1 2 3 4 5 6 7 حلقات على الإبرة، بلف بطلع منهم كلهم، بنحبسهم بسلسلة. رجعنا لبداية الشغل صبايا، وهذه البداية اهي الطبقات اللي رح نشتغل عليها، ورح نبتدي بثلاث سلاسل، ثم نجي على آخر لفة عنا ونشتغل 13 عمود. ما رح نعيد بقى صبايا بحيث انه يطول عليكم الفيديو. رجعت الآن لبداية الوردة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر، ادي 13. اتذكرتوا انه اول حرشفة 13 عام، تمام. هي قدامنا اهو الكلاستر، قلنا ما في عنا منزلقات، احنا نمسك كده صبايا الكلاستر ونروح على اخر اهي يلي تعتبر سلسلة البداية، على اخر حلقة عنا اهي رح لف وادخل عليها مباشرة، كمان نشتغل 13، رح كمل 13 وارجع. طيب صبايا ادي 13 صاروا بمقابل 13، هيك خلصنا من القاعدة بتاعت الدور السفلي. رح نلف، ما فيش منزلقة، ما في تثبيت، ما فيش قفل، رح لف واخد الحلقة دي اللي نحن كنا شاغلينه باربع لفات، وندخل ونشتغل 11 عمود. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أدينا منكرر صبايا، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11. خلاص الطبقة الداخلية زين الثاني هي 11. وين بدي روح؟ هي قدامي الكلاستر، برجعه كده قدامي. وين الآن؟ الآن هي الحلقة المقابلة بتكون من الطرف الثاني، كمان بدخل وبشتغل فيها 11 عمود، رح كمل 11 ونرجع. خلصنا ال 11، إذا بالطرف المقابل صبايا أهو صار عندي طبقتين تحت 13، دي 11، قدامي الآن ثلاث أعمدة، رح لف وادخل على آخر عمود من هنا ونشتغل 9. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، خلصت 9 صبايا. قدامي الآن أهو الأعمدة، في عندي رح لف وادخل على آخر عمود من اليسار ونشتغل كمان 9 أعمدة. خلصنا صبايا، بقي عنا العمود الأخير اللي هو بتاع البرعم، رح نلف وندخل على آخر عمود وكمان 9، ما في هون تناقص، 9 أعمدة في آخر عمود أهو. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، خلصت معنا كل الأعمدة الآن صبايا، وخلصت الطبقات، تشكلت معنا الوردة بالكامل. إذا الآن رح نبتدي بالتزيين، رح نرتفع سلسلة ونبتدي بالحشو العكسي من أول عمود، نطلع من الحلقتين، نرجع برجوع على العمود اللي قبله أهو، نسحب وفي الهواء بنشتغل الحشو، نرجع على العمود اللي قبله ونشتغل الحشو اللي قبله صبايا، مثل ما هلأ شرحنا بالتفصيل. رح نلف نلف نلف، نلاقي حالنا بعدين بالقاعدة واصلين عند العمود ارتفاعي اللي هو بثلاث سلاسل. أنا رجعت للنموذج اللي كنت عملت لكم يا صبايا أهو بنفس التكنيك، ورجعنا مرة تانية قلت لكم إنه ثبتنا تحت بسلسلة الارتفاع أهي، وارتفعنا ثلاث سلاسل، ورح نشتغل عمودين غير مكتملين، أدي واحد وأدي اثنين، نطلع من ثلاثة وبنبتدي كمان تشكيل جديد منثبته تحت الثلاث حلقات دول مثل ما اشتغلنا هلأ تماما. منضل بنشتغل صبايا لنوصل للعدد اللي بدنا اياه. الكولية تقريبا ممكن بياخد من 5 إلى 6 وردات، حزام الستائر بقى حسب المقاس اللي عندكم صبايا بتشتغلوا عليه. هي كمان هلأ الأورانج اللي عملناها دلوقتي صبايا. الآن مشان الستائر للي بدنا نعمل الستائر، وحتى والله للكوليات ان شاء الله صبايا رح اعلمكم كيف تعملوا ورق الشجر، تعملوا بالموديل بدكم اياه، بعدين بتمشوا على سلسلة صبايا
بتعملوا سلسلة طويلة وبتثبتوا عليه. ده معلش الورق ده مختلف يعني مساحاته، بس انا عاملكم كيف بتم تثبيت. بتعملوا حبل من الورق ده، وان شاء الله فيديو قادم راح اشرح لكم طريقه ورقه الشجر دي اللي عامله مثل القلب كتير حلوه، لحتى تثبتوا عليها شريط الورد وتعملوا فيها حزام الستائر. برجع بقول لكم انه استخدامات هالموديل كتير كتير الصبايا. ان شاء الله تكون افدتكم بهالعجاله، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، حتى نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.